بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم على أول درس من دروس النحو، اللي هو درس المنادى. طبعا المنادى هو اسم ظاهر بعد أداة من أدوات النداء لطلب الحضور أو التنبيه، كقولنا يا رجل أقبل، فعند نداء الرجل فنستخدم أداة النداء اللي هي يا ويأتي بعدها المنادى اللي هو الرجل لطلب حضوره أو تنبيهه. فعندي أدوات النداء الأول كده بتنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نداء القريب وبستخدم فيها الهمزة وأي، ونداء البعيد فاستخدام أيا وهيا، والقريب والبعيد معا اللي هو أداة النداء يا. يبقى ده بالنسبة لأدوات النداء. طيب بالنسبة للمنادى بقى اللي هو عنوان درسنا اليوم، طبعا المنادى بينقسم من حيث الحكم الى معرب ومبني. المنادى من حيث الحكم ينقسم الى منادى معرب ومنادى مبني. فالمنادى المعرب هو الذي يكون في اعرابه منادى منصوب وعلامة نصبه سيان الالف الياء او الالف اذا كان اسم من الاسماء الخمسة او الفتحة، فهنشوف ده بالتفصيل ان شاء الله. فالمنادى المعرب ينقسم عندي الى ثلاثة اقسام: منادى مضاف، منادى شبيه بالمضاف، منادى نكرة غير مقصودة. اما المنادى المبني فينقسم الى نكرة مقصودة وعلم مفرد. طيب بالنسبة لاول نوع اللي هو المنادى المضاف، طبعا احنا قلنا المنادى المضاف في حكمه هو منادى معرب. فهعرف المنادى المضاف ازاي؟ طبعا المنادى المضاف هو المنادى الذي أضيف إلى اسم بعده ويأتي منصوبا وما بعده مضاف إليه مجرور، كقولنا يا جامع المال لا تنسى حق الله. طبعا عندي أداة النداء يا، لو حذفتها من الجملة وعندي الجملة اللي أنا طلبتها أو قلتها للمنادى لا تنسى حق الله، اتبقى لي جامع المال، فعندي كلمة المال مضاف إليه، فهيكون نوع المنادى عندي منادى مضاف. طيب دوم من حيث نوع المنادى، طب حكم المنادى، احنا قلنا السائلين ان المنادى المضاف بيكون منادى معرب. طيب لو جيت اسن الجملة اللي قدامي دي يا جامع المال لا تنسى حق الله، احنا خدنا قاعدة قبل كده ان المنادى ان الكلمة المثنى وجمع المذكر السالم إذا أضيفت لاسم بعدها فإنه يتم حذف النون، فأقول يا جامعي المال لا تنسيا حق الله، ويا جامعي المال لا تنسوا حق الله. طيب النون راحت فين؟ بتاعت المثنى وبتاعت جمع المذكر السالم عند التثنية والجمع طبعا تحذف، لأن ما بعد كلمة جامع كلمة المال وهي مضاف إليه. طيب ليه قلت يا جامعي ما قلتش يا جامعة؟ احنا لسه قايلين ان المنادى المضاف يكون منصوبا والمثنى وجمع المذكر السالم عند نصبه يكون منصوبا بالياء. طيب المثال اللي بعد كده بيقول لي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله؟ عندي طبعا المنادى صاحبي السجن، ونوع المنادى طبعا عندي منادى مضاف. عرفت ان هو مضاف ازاي؟ لو حذفت اداه النداء حذفت الجمله اللي انا قلتها للمنادى، هيبقى لي صاحبي السجن، وطبعا السجن اعربه مضاف اليه، يبقى نوع المنادى عندي منادى مضاف. طب ما اجي اعربه، طبعا احنا لسه قايلين ان المنادى المعرب هو منادى منصوب، فصاحبي منادى منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. طيب المثال اللي بعد كده بيقول لي يا جنود مصر دافعوا عن وطنكم. لو شلت أداة النداء شلت الجملة اللي أنا قلتها للمنادى، اتبقى لي جنود مصر. طيب جنود مصر مضاف ومضاف ليه؟ يبقى طبعا نوع المنادى هيكون منادى مضاف فحكمه معرب. أما أجي أعربه هعرب جنود منادى منصوب أو منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. طيب يا قائلي الحق لا تخافوا، لو شلت أداة النداء والجملة اللي قلتها للمنادى اتبقى لي قائلي الحق. طيب قائل الحق طبعا النون محذوفة، فمعنى كده ان اللي جاي بعد كلمة قائلي اللي هي كلمة الحق هعربها مضاف اليه، يبقى نوع المنادى عندي منادى مضاف. طيب اما اجي اعرب قائلي هعربه منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. طيب يا ابا احمد يا ابا محمد قل الحق،
احذف اداة النداء والجملة اللي انا قلتها للمنادى اتبقى لي ابا محمد. طيب ابا خدناها في سنة ستة اسم الاسماء الخمسة، وعند نصب الاسماء الخمسة تكون منصوبة بالالف. يبقى لو طلب مني في الامتحان قال لي ضع في جمل من انشائك منادى منصوب بالالف، هقول له ابا، وما اجي اعربها منادى منصوب مضاف وعلامة نصبه الالف لانه اسم من الاسماء الخمسة. المثال اللي بعد كده، يا طالبات العلم احرصن على ما ينفعكن. لو شلت أداة النداء الجملة اللي أنا طلبتها من المنادى أو قلتها للمنادى ابقى لي طالبات العلم مضاف ومضاف إليه. طيب هعرب طالبات منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، واحد يقول لي ما فيش أداة نداء، ما هو يجوز حذف أداة النداء للدلالة على القرب، فعند ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا حذفت أداة النداء لقرب الله عز وجل من قلوب عباده. فربنا أي ضمير طبعا بيدخل على الاسم بعربه ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فعند كلمة رب هتبقى منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. يا بني لا تشرك بالله، عندي يا أداة نداء الجملة اللي قلتها المنادى لا تشرك بالله اتبقى لي كلمة بني أضيفت لها ياء المتكلم، وأي ضمير زي ما قلنا بيدخل على الاسم بعرف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، فمعنى كده إن المنادى هنا منادى مضاف. فلما أجي أعربه كلمة بني مفرد طبعا يبقى منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. النوع التاني من أنواع المنادى اللي هو المنادى الشبيه بالمضاف. طيب يعني ايه منادى شبيه بالمضاف؟ هو ما اتصل بالمنادى شيء ليتم معناه مثل الفاعل او المفعول به او الجار والمجرور او الظرف. طبعا دي كلها حاجات اسمها اعمال اسم الفاعل هتاخدها ان شاء الله العام القادم في الصف الاول الثانوي. فعند المثال الاول، يا طالبا للعلم اجتهد، اداة النداء يا، الجملة اللي قلتها للمنادى اجتهد اتبقى لي طالبا للعلم. طبعا كلمة طالبا كلمة مفرد منونة، جالي بعديها كلمة تتم معناها اللي هي كلمة للعلم جر ومجرور، فيكون نوع المنادى عندي منادى شبيه بالمضاف. فالمنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف لو حذفت أداة النداء وحذفت الجملة اللي انت قلتها للمنادى اتبقى لك كلمتين او كلمة بها ضمير كده، يا هيكون نوع المنادى عندي مضاف يا منادى شبيه بالمضاف. فانا هفرق بين المضاف ومن الشبيه المضاف ازاي؟ انا عندي المثال الاول مثلا يا طالبا للعلم اجتهد، انا لو عايز اخلي المنادى ده يبقى مضاف هقول يا طالب العلم اجتهد. فلو نونت كلمة طالبا وجبت بعدها جار ومجرور او ظرف او فاعل او مفعول به هيكون طبعا المنادى عنده يكون شبيه بالمضاف. طيب المثال اللي بعد كده، يا مطيعا والديه جزيت خيرا، اداة النداء يا، الجملة اللي قلتها المنادى جزيت خيرا اتبقى لي مطيعا والديه. كلمة مطيعا كلمة منونة، جالي بعدها كمان كلمة كملت المعنى، يبقى هيكون نوع المنادى عندي منادى شبيه بالمضاف. فلما اجي اعربها منادى شبيه بالمضاف منصوب وعلامة نصبه الفتح. فالمنادى المعرب عموما سواء كان مضافا او شبيها بالمضاف او نكره غير مقصوده اللي هناخدها ان شاء الله هعربه منادى منصوب وعلامه الاعراب على حسب الكلمه اللي موجوده قدامي، لو كان مفرد يبقى منصوب بالفتحه. طيب يا قارئا كتب العلم وفقك الله، عندي اداه النداء يا، الجمله اللي قلتها للمنادى انا بقول لقارئ كتب العلم وفقك الله اتبقى لي قارئا كتب العلم. عندي كلمة قارئا كلمة مفرد ومنونة، طالما منونة عندي وجالي بعدها كمان كلمة كملت المعنى اللي هي كتب العلم يبقى يكون نوع المنادى عندي منادى شبيه بالمضاف، هعربه برضه منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أيا ساعيا وراء المال لا تنسى حق الله، أيا أداة نداء للبعيد، أنا بكلم ساعيا وراء المال عايز اقول له لا تنسى حق الله، فاتبقى لي ساعيا وراء المال، ساعيا كلمة مفرد منونة، جالي بعديها كمان كلمة كملت لي المعنى يبقى على طول
تقول المنادى هيكون منادى شبيه بالمضاف، هعربه منادى شبيه بالمضاف معرب منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب، يا راغبين في نهضة مصر هيا إلى العلم، أداة النداء يا، الجملة اللي قلتها للمنادى هيا إلى العلم اتبقى لي راغبين في نهضة مصر. راغبين في نهضة مصر، راغبين كلمة جالي بعديها في نهضة مصر تكمل لي المعنى، وحط لي النون، فمعنى كده ان ما ينفعش اللي يجي لي بعديها مضاف اليه، فاعرف ان المنادى هنا يكون منادى شبيه بالمضاف، يبقى اما اجي اعربه منادى شبيه بالمضاف معرب منصوب علامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. طيب، لو المثال اللي قدامي ده يا راغبين في نهضة مصر هيا الى العلم، لو قال لي حول المنادى الشبيه بالمضاف الى منادى مضاف، طبعا لازم اشيل الجر والمجرور عشان اخلي في اضافة، والحاجة التانية لو في اضافة يبقى لازم احذف النون، يبقى اقول يا راغبي نهضة مصر هيا الى العلم. طب يا باحثات عن الحق لا تتكاسلنا، عندي اداة النداء يا وبيطلب منهم عدم التكاسل، يبقى اتبقى لي باحثات عن الحق. طبعا باحثات عن الحق كلمة باحثات جالي بعدها جر ومجرور يكمل لي المعنى، يبقى نوع المنادى شبيه بالمضاف. طيب، ما جعربه منادى شبيه بالمضاف منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، النوع الأخير بقى في المنادى المعرب اللي هو يكون عندي المنادى النكرة غير مقصودة. المنادى النكرة غير المقصودة هو بيكون كلمة نكرة لا يقصد بندائها أحد بعينه أو أحد محدد، بل تصدق على كل فرد تدل عليه، وغالبا ما يأتي بعدها طلب، وطبعا بيكون المنادى منون منصوب. زي واحد ماشي في الشارع، رجل أعمى يسير في الطريق، فطبعا عايز يعدي الطريق، فبيقول يا رجلا خذ بيدي، فطبعا هو لا يكلم رجل بعينه، ولكن اي احد ما يسير في الطريق بيطلب منه المساعدة. فلو جيت عندي للمثال الاول في المنادى النكرة غير المقصودة، قلت يا مهملا الامتحان قادم، فانا بوجه كلامي للمهمل وعايز اقول له الامتحان قادم، وعند اداة النداء اللي هي الياء اتبقى لي كم كلمة؟ كلمة مهملا. طبعا طالما كلمة واحدة ونكرة منونة او منصوبة، يبقى على طول هيكون نوع المنادى نكرة غير مقصود. يبقى اما اجي اعربها اعرب مهملا منادى نكرة غير مقصودة، وطبعا نكرة غير المقصودة بيكون نوع المنادى فيها معرب، يبقى منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نصبه الفتحة. يا غلامين اقيما الصلاة، عند اداة النداء يا أقيم الصلاة، دي الجملة اللي أنا قلتها للمنادى أو طلبتها من المنادى، يبقى لي كلمة واحدة اللي هي غلامين وكلمة نكرة منصوبة، يبقى ما أجي أعربها طبعا هيكون نوع المنادى الأول منادى نكرة غير مقصودة، يبقى ما أجي أعربها أعربها منادى منصوب أو منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. يا مصريين وطنكم غال، عند أداة النداء يا، الجملة اللي قلتها للمنادى بقول له إن وطنكم غالي، البقالي مصريين كلمة واحدة قدامي اهي وكلمة نكرة منصوبة، يبقى وانا بغمض نوع المنادى نكرة غير مقصودة، اما اجي اعربها منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. هيا عمالا اتقوا او اتقنوا عملكم، انا بكلم العمال يبقى بنادي عليهم باستخدام اداة النداء هيا. الجملة اللي قلتها المنادى اتقنوا عملكم، اتبقى لي كلمة عمالا كلمة نكرة منصوبة، يبقى اما اجي اعربها اعربها منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نصبه الفتحة لانه جمع تكسير. يا مسلمات اتقن او اتقينا الله، عندي مسلمات نكرة غير مقصودة، لان لو شلت اداة النداء شلت الجملة اللي قلتها للمنادى، كده اتبقى لي كلمة واحدة اللي هي كلمة مسلمات، وكلمة مسلمات كلمة نكرة منصوبة، عرفت انها منصوبة ازاي؟ عشان جمع المؤنث سالم طبعا بيكون منصوب بالكسرة، يبقى اما اجي اعربها اعربها منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنث سالم. كده المنادى المعرب خلص، ان شاء الله نكمل المنادى المبني الحصة القادمة بإذن الله.